السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي من قناة شروحات الأيفون. اليوم معانا فتح لصندوق الأيفون 7 الأحمر. الأيفون ما يختلف، الأيفون 7 الأحمر ما يختلف عن بقية الألوان في أي من المواصفات، فقط اللون هو المختلف. الأسعار المواصفات كاملة بتلاقوها أسفل مقطع شرح باليوتيوب، والآن إلى فتح الصندوق. طيب، هذه هي علبة الايفون، طبعا نفس العلبة القديمة للايفون 7. المختلف الشيء الوحيد هو اللون اللي على الكرتون، لكن العلبة نفسها جدا عادية. الايفون الاحمر نزل منه اصدارين اللي هو الايفون 7 والايفون 7 بلس. الايفون 7 فيه منه 128 جيجا وال256 جيجا، ونفس الشيء بالنسبة للبلس. طبعا اي شيء تشتريه من شركة ابل بيجي عليها الاستيكر والسهم الاخضر بهذا الشكل عشان تعرف طبعا انه جاي من شركة ابل. يعني اشتريته من امريكا من شركة ابل نفسها. والان نشوف محتويات الكرتون. هذه هي الكتالوجات كالعادة. وهذه للشريحة، وهذه اللصقات المعتادة حقت أبل. هذا هو الايفون، وهذا هو اللون. لو تلاحظوا معايا هذا هو اللون، جدا جميل. ومن قدام بيكون أبيض نفس الايفون 7 بالضبط، الفرق الوحيد هو فرق اللون. ونفس الشيء بالنسبة لمحتويات الكرتون، الفيش، السماعات السلكية ومعها الادابتر تبعها، وهذا سلك الشاحن، يعني نفس محتويات الكرتون بالنسبة لبقية الايفونات. هذا هو حبيت اوريكم فتح صندوق الايفون الاحمر. يعطيكم الف عافية، لا تنسونا من لايك والسبسكرايب بالقناة.